فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. يومية الفلاح. موضوع هذه السيمانه غادي يكون حتى هو من اهم المسائل اللي تتعلق بفلاحتنا والانتاج ديال بلادنا، بالخصوص الانتاج من اللحم ديال الغنمي، وهذا الموضوع هو اللي خاص بتحسين الانتاج ديال الكسيبه ديالنا. وحتى نقولوا تحسين الانتاج ماذا بينا نكونوا عارفين كلنا علاش تنتكلموا بعدا. بالنسبه للاختصاصيين والكسابه الحرايفيه الكبار، تحسين الانتاج ديال الكسيبه هو اللي داخله فيه الخصوبه ديال النعاج ديالنا والسهوله ديال التناسل ديالهم مع الفحوله طول المدة، فاش يمكننا نضربوا النعاج بالفحولة ويقبلوا عليهم. الصبر ديال الكسيبة على الماكلة اللي موجودة وتستافد من الشيء اللي جاب الله. الولادة المتواصلة والمقادة ما بين الولدة والولدة، الوقت علاش يمكن تصبح الخروفة ضرابة بلا ما نتسناو كتير. شحال ديال الخرفان تيعيشوا لكل الخروفة من بعد الولدة. الفورمة ديال الخروف باش يمكن يهز اللحم حيت يكبر. وأخيرا الوزن والجودة ديال الدزة ديال الصوف. نصيحة اليوم، واحد القضية تنظن لازم نقولها لكم أخواتي إخواني في اللحة بيني وبينكم، واخا في الحقيقة الناس اللي تيبيعوا الدواء في بلادنا ما غادي يعجبهمش الحال، هي أن مع الأسف هادوك الفنيين ديالهم والبعض من الدراري اللي تيدوروا عندكم باش يبيعوا لكم الأدوية الفلاحية ديال الشركة ديالهم، راه ماشي كلهم غادي يعرفوا الأدوية كلها، وماشي كلهم غادي يعاونوكم تختاروا أحسن دواء بأحسن ثمن، لأن البعض منهم مع الأسف ما تيهمو إلا يبيع الدواء ديالو هو. وكتير قاع فاش تيبداو يطلقوا شي دعايات على أدوية ماشي ديالهم بلا ما يتحققوا منها. وتعرفوا اش تنقول لكم دائما، أن تنصحكم تستشروا دائما مع شي تقني اللي ما عنده حتى شي علاقة بهذه الشركات ديال الأدوية وعندكم نتوما ثقة فيه، لأن كما تيقول المثال حوتة وحدة خانزة يمكن لها تخنز الشواري. أخبار فلاحية بلادنا العزيزة، وسكان بلادنا خاصهم التوعية والتحسيس، وخاصهم من يقول لهم ويوريهم اش يديروا وكيفاش يخدموا ويتقنوا الخدمة ديالهم، وهذا الشيء في جميع الميادين بالخصوص ميدان الفلاحة وتربية الماشية. فشحال من فلاح ومن كساب من اللي تنتكلموا على مسائل التغذية ديال الزراعة ديالو ولا ديال بهيماته وكسبته، أول حاجة تيقولها لك هي أن حتى حد ما كان فسرنا هذا الشيء، وحتى حد ما بينا ورانا اش نديروا وكيفاش نديروه. هذا علاش مخطط المغرب الأخضر اللي جابت به وزارة الفلاحة هذه سنين دخل هذه المسائل في برنامجه، وعطى أهمية كبيرة للجمعيات المهنية ديال الفلاحة والمنتجين على اختلاف أنواعهم باش يلعبوا هذا الدور ديال التوعية، وينظموا حملات واجتماعات يبينوا فيها الفنيين والاختصاصيين الفلاحة والمهنيين كيفاش يديروا وكيفاش وقتاش يخدموا، ويكونوا عندهم كذلك تقنيين أكفاء وعندهم التجربة الكافية باش يدوروا عند الفلاحة والكسابة يعاونوهم ويرشدوهم كما تيديروا بعدا عدة جمعيات وطنية ولا جهوية. أخواتي إخواني، ودعتكم في يد الله وخليت لكم الخير والربح الكثير في خدمتكم وجريدكم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.